صارت الإصابة معي من عمر السنتين، بس ما عقتني عن الحياة، استمريت يعني من العلاجات وهيك لوصلت لمرحلة إنه أقدر أعتمد على نفسي. مع مرور الزمن فتت عم أهد تأهيل مهني، أتعلم مهنة، تعلمت مهنة الخياطة وتعرفت هنيك على زملائي اللي بيلعبوا رياضة وهيك، صار يشجعوني، فتت على المجال، صرت أشارك معهم، طلعت أول مرة 2002 أول مشاركاتي بطولة الجمهورية باللاذقية، كنت ما يعني مو لعبانة رياضة بحياتي وجبت مركز ثاني، ومن وقتها بلشت المسيرة ولهلا على المركز الأول على مستوى سوريا. فاطمة بنية هي كانت صاحبة تصميم وإرادة، بنيتها قوية. هلا أنا أول ما إجت لعندي يعني شفت فيها إنه فيها عندها فيها ممكن تساوي شيء. هلا أنا عندي بطولات دورة آسيوية 4 دورات أخذت الفضية، وعندي 4 ميداليات كأس عالم فزاع بدبي بتصير، وعندي 3 ميداليات ذهب غرب آسيا، وعندي كمان 4 ميداليات فضية على مستوى آسيا. كتير الظروف بتوقف بهالمجال، بس الحمد لله ما الظروف وقفتني، وبدعم أكيد يعني الأندية اللي كنت فيها. عندها إرادة، عندها تصميم، عندها متابعة، يعني ملتزمة مع تعليمات التدريب، يعني شو بتقولي لها بتنفذ. وتدرجت ودخلت المنتخب الوطني كان طريقة حافل بالبطولات. كانت نظرة المجتمع بالبداية نظرة إنه للمعاق بتنظر له إنه إنسان تقريبا عالي على المجتمع أو عالي على الأسرة، إنه بتنظر له إنه ما بيقدر يعمل أي شيء، يعني خلص طعموه أكلوه هيك. بس إنه غيرت النظرة هاي إنه لا، مثل أي إنسان عادي. أول خطوة رح يلاقيها صعبة، رح يلاقي رفض، رح يلاقي، بس هو بدي يتحدى، إذا ما تحدى بضل مثل ما هو، بدي يمشي ويكفي لحتى يسمع يعني إنه الثمرة اللي هو اشتغل عشانها. فاطمة هي بطلة آسيوية، بلشت أول ما بلشت آسيوياً، يعني بلشت بقوة. هلأ نحن في عنا خطة تدريبية، هلأ نحن هي ضمن معسكر مغلق، في عنا خطة تدريبية عم نجهزها لفاطمة، فيها تمرين صباحاً ومساءً تحضير لأولمبياد طوكيو 2021. إن شاء الله أكون قدمت للبلد، إنه رفعت علم بلدي عالي وقدرت إني أقدم له جزء من هو البلد، يعني سورة تستاهل كل خير.